ننتقل إلى كلمة السيدة رجاء غازي، وهي حكمة جهوية حاصلة على الإجازة في الدراسات الأساسية قانون عربي ودبلوم في المعلومات بمداخلة تحت عنوان التفسير النظري لظاهرة العنف والشغب والعنوان في المجال الرياضي فلتتمكن فيما يخص دوافع العنف والشغب لكل من الرياضيين والمسيرين والجماهير الرياضية على النحو الآتي: الرياضيون، الدافع الأول الرغبة في الفوز بأي وسيلة، الاحتراف جي على العنف من طرف الإداري أو المدرب أو الزاني. بالنسبة للمسيرون، عدم الإيمان بالوعي الإداري الرياضي، البحث عن كبش فداء لتغطية الفشل والإخفاق، الانتماء القبلي والطائفي، عدم وجود القرار الرادع من قبل مسؤولي الرياضة. بالنسبة للجماهير، الدافع الأول هو الفراغ الذي يعاني منه الشباب، ضعف الوعي الجماهيري، الرغبة في التنفيس عن الوضع الاجتماعي، التعصب، الرغبة في الظهور أو الإعلام الرياضي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنقدم راسي أنا رجاء الغازي، إجازة في الدراسات الأساسية وحكمة رياضة التنين العرب. تطرقنا في هذه الندوة إلى تجليات العنف في الأوساط الرياضية أو المنشآت الرياضية والعقوبات المترتبة عن هذا العنوان. تطرقنا لثلاث محاور: المحور الأول ككرونولوجيا في ظاهرة الشغب والعنف ومسبباتها وتجلياتها، والمحور الثاني فجاء فيه التفسير النظري لهذه الظاهرة، والمحور الأخير وهو الجريمة والعقوبات المترتبة عن هذه الظاهرة. فأنا في رأيي أن هذه الظاهرة هي ظاهرة واسعة، عالمية واسعة الانتشار، كنعانيو منها في جميع المنشآت الرياضية، ومن النتائج الوخيمة التي تؤدي لها هذه الظاهرة، وهي هذا كرأيي أنا، وهي عدم حضور العنصر النسوي أو ندرة العنصر النسوي في الجماهير الرياضية بسبب العنف والشغب الذي يحدث من طرف الجماهير. أستاذة، واش الحديث عن 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 سن القوانين، أن الدولة عندها يعني سنت واحد الترسانة من القوانين، ولكن واش سن القوانين كافي للردع وحماية المواطنين من هاد من هاد من هاد الدائرة اللي أصبحت تنتقل من الملاعب إلى 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 إلى, إلى الشوارع إلى الشارع العام، الممتلكات العامة. بالنسبة لسن القانون رقم 0909 من طرف المشرع المغربي، فأنا بالنسبة لي أو في رأيي أنها كافية، لأنها ضمت 19 فصل وجاءت متممة للقانون الجنائي العام، وكما أسماها المشرع المغربي بالعنونة المعيبة للقانون 0909، وهو العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها. لماذا أسماها بالعنونة المعيبة؟ فهي ضمت لنا العنف المرتكب، ولكن القانون الفصول دياله كينص لنا على حتى الشغب في المنشآت الرياضية، وضمت مصطلحين لهما نفس المعنى وهي التظاهرات والمباريات. وهي حكمة جهوية لجهة بني ملال حنيفة، حاصلة على دبلوم في تسيير المقاولات ودبلوم في تطوير المعلوميات، التي ستقدم لنا عنوان مداخلة بعنوان كرونولوجية حول ظاهرة العنف والشغب ومصادرها ومسبباتها وتجلياتها، فلتتفضل مشكورة. 23 سنة، حاصلة على دبلومي سبق التعريف بهما. ستشاركني في العرض الأخت والزميلة رجاء، الحاصلة على إجازة في القانون العربي الخاص وحكمة في رياضة التنين العربي. اليوم وبنوع من الأسى سنتطرق للحديث عن ظاهرة لطالما استحوذت اهتمام العالم نظرا لخطورتها البالغة، وهي ظاهرة العنف والشغب في الأوساط الرياضية. اجتمعنا اليوم حول موضوع الندوة حول موضوع تجليات العنف والشغب داخل الأوساط الرياضية والعقوبات المترتبة عن هذا العنوان.
يعتبر العنف إحدى الظواهر المجتمعية المنتشرة في غالبية مناطق العالم، ولا يقتصر على فئة عمرية معينة، وهو عبارة عن قوة جسدية، لفظية أو حركية تصدر من طرف ما تجاه طرف آخر، فتلحق به الأذى النفسي والجسدي وربما الجن. حضور الكريم، العنف والشغب يؤدي إلى العدوان، وهذا الأخير ألا وهو العدوان تترتب عنه جريمة. إذا السؤال مطروح، ما هو العنف في نظركم؟ تحية للحضور الكريم، تحية شكرا جزيلا على المداخلة، وتحية للحضور الكريم، تحية للأستاذ علي الورديش، تحية للسادة الأساتذة اللي غيتكلمون على موضوع اللي هو كيعتبر موضوع مهم هو موضوع العنف. إذا كما قلت أن تعريف موضوع العنف هو ليس ما غاديش نعرفوا من زاوية واحدة، لأن العنف كينقسم لعدة زوايا. كاين عنف لفظي، كاين عنف جسدي، بعض المرات كيقدر كيكون العنف كتابي، مقالي، لغير ذلك. إذا العنف هو ظاهرة متشعبة وماشي كتقتصر على منطقة واحدة في العالم، بل تقتصر على مجموعة من المناطق، وخاصة مع التطورات العالمية الجديدة اللي بدا كيبان مفهوم جديد هو مفهوم العنف، عوضا مفهوم الحوار أو مفهوم التفاهم أو مفهوم النقاش، أصبح بشكل كبير هو ظاهرة العنف هي الحاسمة أو هي اللي كتحسم أغلب. تظهر للعنف في السلوك الإنساني أشكال متعددة ومتنوعة يصعب إرجاعها من أجل فهمها إلى عامل واحد، وذلك بالنظر إلى اختلاف مكوناتها وشروط حدوثها وتنوع الآثار الناجمة عنها من مستوى إلى آخر. لذلك ننطلق في دراسة العنف من فرضية عامة مضمونها أن أشكاله المتنوعة في مظاهرها ومستوياتها غير قابلة للفهم جميعها بالطريقة نفسها أو بإرجاعها إلى العوامل نفسها، هو استعمال القوة لإكراه الطرف الآخر على التنازل، وهو منهج للضعفاء لحل مشاكلهم. المحور الأول، كرونولوجيا حول ظاهرة العنف والشغب ومسار العنف والشغب. ظاهرة عالمية واسعة الانتشار في المنشآت الرياضية التي تعاني منها معظم المجتمعات الغربية والعربية والمحلية بصورة أو بأخرى، وهذه الظاهرة ليست حديثة في المجال الرياضي، إنما هي ظاهرة قديمة قدم الرياضة التنافسية، وقد أوضحت منظمة يونسكو للأمم المتحدة الأمريكية سنة 1989 بأن ظاهرة العنف والشغب في ازدياد تدريجي، وبالتالي أصبحت ظاهرة عدوانية مؤسفة تقلق المجتمعات ومسببات. العنف والشغب الرياضي سلوك مناف للأخلاق الرياضية، وهو تصرفات غير لائقة وأعمال عدوانية يقوم بها أحد عناصر لعبة رياضية ما تتطلب الاحتكاك الجسدي، مثل كرة القدم الأمريكية، الريغبي، الهوكي على الجليد، كرة الماء، كرة القدم، والملاكمة، والفنون القتالية المختلطة والمصارعة، وذلك بما يفوق المستويات العادية للاتصال خلال لعب هذه الرياضة. ويكون العنف لفظيا بسب أو شتم الآخرين خلال المنافسة. المراجع العلمية أن مصادر العنف والشغب في المجال الرياضي تتلخص فيما يأتي: مصادر أساسية، الجمهور، الرياضيون والحكام وإداري الأندية. ومصادر أساسية، مصادر عفوا ثانوية، الصحفيون، المدربون، رجال الأمن، المسعفون. تعارف لا تعد ولا تحصى. فيما يخص الدوافع ستتطرق لهم الأخت رجاء. طبعا بمراجعة قانون رقم 0900 المتعلق بشغب الملاعب وبأعمال العنف التي تصاحبه، وبعد قراءة بانورامي لهذا الفصول نجد على أنه فعلا أن هناك يعني صرامة زجرية على مستوى إصدار العقوبة المتعلقة بأعمال الشغب. لكن
في مضمار هذا الأمر يتضح على أنه لا يكفي أو لا تكفي المقاربة الزجرية لوحدها للتغلب على الظاهرة، لأن هناك عوامل عديدة متداخلة، أولا مسؤولية الدولة، مسؤولية المجتمع، مسؤولية الأسرة، مسؤولية المؤسسات الحكومية، مسؤولية يعني الأفراد إلى غيرها من العوامل المتعددة التي تساهم بشكل كبير في العنف، لأن الشغب هو يعني نموذج للعنف الذي يسود المجتمع، وبالتالي كلما تغلبنا على العنف كظاهرة يمكن أن نتغلب على الشغب كظاهرة أيضا. إذا لابد من استجمع كل هذه القوى في خط واحد على مستوى الجانب الاقتصادي، قضاء الفقر، على مستوى الجانب النفسي، على مستوى إشاعة ثقافة التسامح، إشاعة ثقافة الروح الرياضية، كل هذه العوامل من شأنها نتغلب على الظاهرة، بينما الاقتصار على البعد الجزري، البعد القانوني، أعتقد أنها لا تكفي للقضاء عليها، وشكرا. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.